البركة من الله، البركة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي البركة جل وعلا. فالله جل وعلا جعل في السحور بركة، وهو الطعام الذي يؤكل قبيل الصيام، قبل ما يصوم الإنسان يأكل هذا الطعام، يحرص على أن يأكل شيئا ولو يسيرا، فالله تبارك يجعل فيه البركة، وهو الخير. البركة هي الخير العميم، الخير الكثير، هذه هي البركة. فالسحور فيه البركة من هذا الباب.